رئيس الموساد يعود من الدوحة بعد إحياء المفاوضات، ومصادر في حركة حماس تكشف تفاصيل الصفقة وسط تظاهرات في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح المحتجزين فورا. هدوء حذر على الجبهة اللبنانية وتراجع في تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. وفي قطاع غزة قصف يطال عدة مناطق، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أزمة وقود لتشغيل المستشفيات. في الضفة الغربية استمرار مداهمات الجيش، ومصادر فلسطينية تعلن مقتل شاب وإصابة آخرين. في النشرة أيضا الإصلاحي مسعود بسشكيان يفوز بالانتخابات الإيرانية، وعلامة استفهام حول سياسات الرئيس التاسع لإيران. فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية، وترجيح بفوز اليمين المتطرف بحصة الأسد من مقاعد الجمعية الوطنية. القاهرة تفتتح مؤتمرا لبحث سبل حل الأزمة في السودان مع استمرار الحرب منذ أكثر من سنة. النشرة المركزية، أهلا ومرحبا بكم. قال مصدر كبير في حركة حماس إن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين سوف يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية. وأوضح المصدر أن المقترح المعدل ينص على بدء محادثات الإفراج عن المحتجزين من الجنود والرجال المتبقين خلال فترة 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. وقال المصدر أن الوسطاء يضمنون وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. في شؤون ذي صلة، كشفت مصادر خاصة لقناة اي 24 نيوز نقلا عن مصدر سياسي في السلطة الفلسطينية عن بدء عملية استدراج عروض ومناقصات لشركات خاصة بشأن مشاريع إعادة تحلية المياه في غزة وتنقية مياه الشرب، إلى جانب عروض أخرى تتعلق بمسألة الكهرباء. حول كافة هذه التطورات أرحب بمحرر الشؤون السياسية معنا أدهم حبيب الله. مرحبا بك معنا أدهم، بداية لتطلعنا على تفاصيل أوفى في كل ما يتعلق بالصفقة المطروحة على الطاولة والتقدم بالمفاوضات. نعم، اليوم مصدر رفيع المستوى في السلطة الوطنية الفلسطينية تحدث معنا وقال بأن هناك خطة وتم استدراج عروض خاصة اليوم لشركتين خاصتين في الضفة الغربية، ومن أجل البدء بمشروع في داخل قطاع غزة. المشروع يتعلق أولا ببدء تحلية مياه الشرب في داخل قطاع غزة بتمويل أمريكي وأيضا ألماني، وأيضا ضمن موافقة الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يعني الحديث هنا عن شركات خاصة وليست شركات تابعة للسلطة الفلسطينية أو بالتمويل من السلطة الفلسطينية. الحديث هنا عن إعادة بناء تلك المناطق، وأيضا الحديث هنا عن استخراج المياه وتنقيتها من البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعني الحديث هنا عن عدة مناطق يعني يتم سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط. في هذه النقطة تحديدا يمكن القول بأن هذه الخطة جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة في آخر مرة. هذه الزيارة التي تمركزت حول إدخال المساعدات الإنسانية، وتم الكشف أيضا مؤخرا في قناة اي 24 نيوز قبل نحو أسبوع عن قضية إعادة تشغيل الكهرباء في منطقة رفح بموافقة الجيش الإسرائيلي. نفس المصدر يؤكد لنا أيضا بأن هناك يعني خطة أيضا من أجل السماح لشركة الكهرباء في غزة، وهي شركة محلية أيضا، للبدء بتصليح خط الكهرباء في محور نتسارين والذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبها. كل هذه الخطط التي نتحدث عنها هي بموافقة الجيش المصدر. بالإضافة إلى ذلك، يعني تأتي ضمن الخطة الكبرى التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في كل ما يتعلق بمسألة يعني التوصل إلى الصفقة وأيضا قضية إدخال المساعدات. السؤال لماذا الآن ولماذا وافق الجيش على مثل هذه الخطط؟ المصدر الفلسطيني رفيع المستوى قال لي اليوم أسيل بأن هذه الخطة يعني تأتي ضمن المخاوف التي يعني وإصدار مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بكل ما
فيما يتعلق بجرائم الإبادة وأيضا ارتكاب جرائم جماعية، إلى جانب أيضا قضية إدخال المساعدات الإنسانية. ولذلك يعني إسرائيل تقدم تنازلات في هذه المرحلة في سياق إعادة بناء خطة خطوط الكهرباء، البنية التحتية الجوفية، وأيضا شركات لمواقع لتحلية مياه الشرب. طيب أدهم، كيف يرتبط هذا بتقدم المفاوضات؟ نعلم أن رئيس الموساد عاد من الدوحة ومن المفترض أن تستكمل المفاوضات في الأسبوع المقبل. هل هناك أي ربط بين الملفين؟ وهل لديك أيضا أي تفاصيل إضافية يمكن أن تطلعنا عليها فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت حتى اللحظة في الدوحة؟ نعم، الجولة الأولى من المفاوضات انتهت يعني حتى اللحظة مع تأكيد استمرارها يعني من قبل الجانب الإسرائيلي في الأسبوع المقبل كما ذكرت قبل قليل. ولكن يمكن القول بأن هناك تهيئة بدأت من خلال يعني تقديم تسهيلات للمواطنين الفلسطينيين في داخل غزة من خلال البنية التحتية كما ذكرنا قبل قليل في هذا الكشف. صحيح. بالإضافة إلى ذلك يعني الحديث هنا عن الصفقة التي بدأت قبل نحو أسبوع بما يسمى حسن النية، كما أضاف كما أشار لي مصدر إسرائيلي أيضا قال يعني بأن عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين إلى جانب مدير مستشفى الشفاء هي بادرة سيئة كانت في إسرائيل في هذه المرحلة، إلى جانب توصيات الشباك من أجل فتح الطريق أمام لربما التوصل إلى الصفقة. ولكن في مثل هذه المرحلة يعني المفاوضات ستستمر، هناك نقاش داخلي بين في الكابينت الأمني والسيادة في إسرائيل بين وزير الأمن يواف جالانت وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول العديد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة. ولكن بحسب يعني ما وردنا قبل قليل وفق يعني تقارير أيضا غربية يقولون بأن كبار قيادات حركة حماس قدموا تنازلات تتعلق بمسألة وقف الحرب وأيضا بقضايا أخرى، ولذلك يعني لربما هذه التنازلات قد تسهل عمليا التوصل إلى تفاهمات أولية. هناك ضغوطات ايضا تمارس يعني كما وردنا قبل قليل على المستوى السياسي في اسرائيل، تصريحات اكثر لعائلات المستضعفين الذين طالبوا من نتنياهو بضروره التوصل الى الصفقه في مثل هذه المرحله. وصلت الصوره ادهم حبيب الله محرر الشؤون السياسيه، اشكرك جزيل الشكر على كافه هذه المعلومات. مشاهدينا، في شؤون النهضة صلة، وكما في كل سبت منذ بدء الحرب يتظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب وينادي المتظاهرون بإسقاط الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لاتفاقا لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وتأتي الاحتجاجات هذا السبت في ظل حديث عن تقدم في مفاوضات الصفقة وبعد عودة رئيس الموساد دافيد برنيع من الدوحة. أتحول إلى مراسلنا وسام كبهة المتواجد في مدينة تل أبيب ليطلعنا على صورة المشهد وكافة التطورات فيما يتعلق بصفقة التبادل. إليك وسام. بالفعل أسيل، يعني يوم آخر وسبت آخر يتم فيه يعني دحض الاحتجاجات الكبيرة والتمركز في مدينة تل أبيب وتحديدا هنا في ميدان المختطفين لوقفة أيضا أخرى، وستكون ربما احتجاجة أخرى ضد للضغط أكثر على الحكومة لأن تكون هناك صفقة تبادل. أيضا في ظل الأنباء التي خرجت قبل قليل من وسائل إعلام غربية تشير أن مصدر أمني لحركة حماس أكد بشكل فعلي أن حماس تلقت يعني اخطارات شفهية وضمانات شفهية مفادها بأن اسرائيل مستعده لان يعني لوقف اطلاق نار دائم ما دام هناك مفاوضات طبعا، وان حركه حماس اكدت وقامت بسحب طلبها الخاص وهو وقف اطلاق الحرب الدائم في قطاع غزه. نحن نعلم جيدا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف اطلاق النار الدائم في الحرب ويصر على ان تحقق حركه اسرائيل كامل مطالبها ويعني القضاء على حركه حماس، القدره العسكريه لحركه حماس واعاده جميع المختطفين. لذلك الفصائل الفلسطينيه تطلب ليس فقط ضمان شفهي وانما ايضا ضمان خطي مكتوب من الوساطه برعايه امريكيه مفادها بانه طالما هناك مفاوضات لن يكون هناك وقف اطلاق نار وربما بعدها سيتم التفاوض على وقف اطلاق نار كامل. وطبعا ستقوم اسرائيل بسحب قواتها من الاماكن الماهوله بالسكان، هذه كانت طلبات الفصائل الفلسطينيه كالمراحل الاولى والثانيه والثالثه. حتى هذه اللحظة هذه الأنباء تلقي بظلالها هنا على ميدان المختطفين
ونحن هنا بعد قليل ستجري هنا، نحن نتحدث أن غدا سيكون يوم السابع من الشهر من شهر يولي أسيل، أي مرور 9 أشهر بالضبط على حرب يعني الإسرائيل في قطاع غزة ومن هجوم 7 أكتوبر. لذلك العديد من الأمهات للمختطفين الإسرائيليين سيضعون هنا ويتحدثن، سيشكل هذا اليوم ليوم المرأة ويوم الأم، أي 9 أشهر لنساء تم خطف يعني أطفالهن أو أبنائهن ومتواجدون الآن حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. الحديث الآن يدور طبعا، بعد ذلك سيتم هناك يعني وقفة احتجاجية كبيرة ستنطلق من هنا حتى يعني بوابة بيجن المحاذية لمبنى وزارة الأمن، وسيلتقون هناك أيضا مع حراك كابلان والعديد من المعارضة الإسرائيلية. الهدف كما جرى في كل عادة الضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية بأن يعني تخضع لشروط هؤلاء الأهالي بأن تكون هناك صفقة. نقطة أيضا أساسية يتحدثون عنها ويقولون لا يعني هنا نملك فرصة أساسية اليوم في ظل الحديث عن عودة الصفقة وسفر دادي برنيع كما أشار يعني زميلي أدهم قبل قليل، وهذا كله يقولون أن هذه فرصة ثانية سنحت لنا لكي يعود المختطفون الذين بقيوا أحياء على قيد الحياة. أسيل، وصلت الصورة. وسام كبهة سنكون معك أيضا مع استمرار هذه النشرة، أشكرك جزيل الشكر على نقل صورة لنا من مدينة تل أبيب. في شؤون متصلة مشاهدينا، وفي مقابلة خاصة مع I24 نيوز، قال رئيس الكنيسة والقيادي في حزب الليكود أمير أوحانا إن دولة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المختطفين. بداية أمر الأهم هو أن دولة إسرائيل ملتزمة بإعادة كافة المخطوفين بكل الوسائل، إن سنحت فرصة عملياتية كما حصل في الماضي سنفرج عنهم بهذه الطريقة، أو بصفقة كما حصل في الماضي فلتكن صفقة. أعتقد أن أهداف الحرب واضحة، أحد هذه الأهداف هو إعادة كافة المخطوفين. طبعا كما كان في الماضي أعدنا جزء كبير من المخطوفين ولكن ليس جميعهم، وهذا أمر مبارك، علينا أن نعيد أكبر عدد ممكن. الالتزام هو تجاه الجميع، هذا يجب أن نذكره. وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، قال أوحانا إن الحل الدبلوماسي لم يجدي نفعا حتى الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل ستتحرك عسكريا إذا لم يتغير الوضع لإعادة السكان إلى بيوتهم بأمان شمالية إسرائيل. وأكد رئيس الكنيسة أن واشنطن ستساند إسرائيل في حال اندلعت حرب شاملة مع حزب الله. حتى الآن كانت هناك اشتباكات ولكن الجهود لإعادة المواطنين الذين تحدثنا عنهم كانت جهود دبلوماسية، لم تنجح هذه الجهود، لم نتوصل إلى توافقات تسمح بإعادة السكان إلى بيوتهم بأمن وأمان. وفي ظل فشل هذه الجهود الدبلوماسية، نحن دولة قوية، وأقول لك في الأسبوع الماضي كنت في القيادة الشمالية وفي قيادة سلاح الجو، لدينا القدرات، لدينا الذكاء والحكمة، ولدينا القوة لتوجيه ضربة. لم نقم بهذا وسنضطر لنقوم بهذا إن تراجع حزب الله بوسائل أخرى، وحاولنا القيام بذلك ولم ننجح. ولكن واجبنا، تحدثنا عن المخطوفين، واجبنا تجاه الذين نزحوا من بيوتهم أن نعيدهم إلى بيوتهم بأمن، وإن اضطرنا القيام بذلك بوسائل قتالية سنقوم بهذا. مع كل الانتقادات، الولايات المتحدة ترى بنفسها زعيمة العالم الحر، هي تفهم أن محور إيران والمنظمات الإرهابية الموالية لها هي نقيض العالم الحر. يمكن أن نرى توجهاتهم تجاه حقوق الإنسان وحقوق النساء وحريات التعبير والحريات الأخرى. لو تم تهديد دولة إسرائيل من قبل إيران، أنا على ثقة لست، لا أعتقد، أنا متأكد أن الولايات المتحدة ستدخل إلى المعالجة، وليس فقط هي ولكن دول أخرى، وسنرى بعون الله انتصار وأمن. كما وحث رئيس الكنيسة الشارع الإسرائيلي على وضع الخلافات الداخلية جانبا لأن التهديدات على إسرائيل تزداد، مشيرا إلى أن الانقسام الداخلي يشجع إيران وأذرعها في المنطقة على مهاجمة إسرائيل على حد وصفه. نحن في أوقات صعبة، علينا أن نفهم
كل الكراهيات التي سادت قبل 7 أكتوبر والانقسامات لم تعد مناسبة الآن. نحن في لحظات حرجة، التهديدات تزداد، المهددون أي إيران وأذرعها ينظرون إلى وضعنا الداخلي، وإن لاحظوا ضعف داخلي كاف من ناحيتهم ليهاجموا علينا ويستغلوا الفرصة سيقومون بذلك. علينا أن نخفض لهيب الانقسام. على الجبهة الشمالية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صاروخا اعتراضيا من منطقة صفت في الجليل الأعلى إثر إنذار خاطئ، وسقطت شظايا الصاروخ في بلدة حتسور هجليليت دون وقوع أضرار. هذا ودوت صافرات الإنذار في مواقع مختلفة بالجليل الأعلى إثر اختراق 4 طائرات مسيرة الأجواء الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لهدف جوي مشبوه بمنطقة كريات شمونا، وسقط هدفان جويان في منطقة مفتوحة قرب بلدة بيت هليل أسفرا عن اندلاع حرائق بالمنطقة. بدوره قال حزب الله إنه نفذ هجوما جويا بالمسيرات الانقدادية على مربط المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بلدة بيت هليل. إلى الجبهة الجنوبية، دوت صافرات الإنذار في إزديروت في غلاف غزة تلاها سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة. من جانبها أعلنت إسرائيل القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن القصف المذكور. ميدانيا في القطاع، قالت مصادر فلسطينية إن 7 أشخاص قتلوا على الأقل في مدينة رفح باستهدافات مختلفة طالت الحي السعودي ومنطقة الشاكوش. وأضاف غزيون أن 2 آخرين قضوا في غارة إسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة. من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بشكل كامل بعبوة شواظ 3، ما أدى لاشتعال النيران فيها في حي شارع بغداد أو في شارع بغداد بحي الشجاعية بمدينة غزة. أما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فقالت إنها قصفت بقذائف الهاون جنود وأليات إسرائيلية في موقع أبو عريبان بمحور نيتساريم. وأضافت سرايا القدس أنها أوقعت قوة إسرائيلية من 7 أفراد بين قتيل وجريح في حي شجاعية، فيما لم يؤكد الجانب الإسرائيلي هذه الأنباء حتى اللحظة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحين ودمر أسلحة وبنى تحتية فوق وتحت الأرض في حي الشجاعية بمدينة غزة. وأضاف الجيش أنه قضى على خلايا تابعة للفصائل الفلسطينية والبنى التحتية تحت الأرضية في رفح، كما وأكد الجيش قصف منصة إطلاق صواريخ تابعة لحركة حماس كانت متمركزة في المنطقة الإنسانية في دير البلح وفق قوله. إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 38,098 فلسطينيا قضوا منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيانها لليوم 274 من الحرب أن عدد المصابين بلغ 87,005 مصابين حتى اللحظة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص الوقود يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في قطاع غزة بعد نحو 9 أشهر من الحرب المستمرة وسط إجراءات تقشفية قاسية اتخذها القطاع الصحي الغزي لمواجهة سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدا، من بينها إغلاق بعض الأقسام في عدد من المستشفيات. المزيد في التقرير. مستشفى بلا كهرباء، ليس هذا مشهدا من فيلم رعب بل واقع معاش في قطاع غزة. مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع توقف عن العمل وساعات أخيرة قبل انقطاع الكهرباء عن باقي المستشفيات بسبب نفاذ الوقود الذي بات خطرا كارثيا على القطاع الصحي الغزي المنهك بعد 9 أشهر من الحرب المستمرة وسط نقص الإمكانيات العلاجية ومحدودية المستلزمات الطبية.
قمنا بقطع الكهرباء عن أقسام مقابل تزويد الكهرباء لأقسام أخرى، تحديدا أقسام العناية السريرية وهي العناية المركزة والأطفال الخدج وعناية القلب. فقط 500 لتر تكفي لساعتين من الآن. بعد ساعتين من الآن نحن على أعتاب مجزرة حقيقية، مرضانا سيموتوا اختناقا على الأسرة للأسف، وهذا السيناريو المرعب نتمنى ألا يتكرر، لأننا رأيناه مسبقا إبان الاجتياح الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي قبل أشهر. منظمة الصحة العالمية حذرت من تداعيات الكارثة في ظل حاجة القطاع الصحي إلى 80,000 لتر يوميا من الوقود الذي يمنع الجيش الإسرائيلي إدخاله بكميات كافية، وسط مخاوف من استخدامه من قبل الفصائل المسلحة. تداعيات متواصلة في ظل إجراءات تقشفية اضطر العاملون في القطاع الصحي إلى تنفيذها لمواجهة شح الكميات الواردة للقطاع. ورغم أن القطاع الصحي أكثر القطاعات تضرراً، إلا أن أزمة شح الوقود في قطاع غزة تنعكس على كل مفاصل الحياة. مع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على معابر قطاع غزة وتقنينه للوقود بكميات لا تكفي حجم الحاجة المتزايدة إليه. أتحول إلى ضياء حسن، الصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية من قطاع غزة. مرحبا بك معنا ضياء. السؤال، هل تشهدون تغيير في العمليات العسكرية الإسرائيلية أو في نوعية الاستهدافات أو في حدة الاستهدافات في ظل الحديث عن أو ترقب لصفقة تبادل وحديث عن بوادر إيجابية في الأفق؟ نعم، حتى اللحظة المعركة كما هي لا يوجد أي تغير، بالعكس هي تشتد في بعض الأيام وفي بعضها تتراجع. في الأيام الأخيرة كانت مدينة غزة شقع شمال القطاع مسرحا للعمليات بشكل كبير، وأقصد هنا العمليات الجوية والسيارات إلى جانب العملية البرية في حي الشجاعية. لكن منذ الليلة الماضية حتى قبل نحو ساعة العمليات الجوية تتركز بشكل كبير في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، نتحدث عن أكثر من 40 إلى 50 شهيدا في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، نتحدث عن 18 شهيدا في مجزرة ارتكبت عصر هذا اليوم قبل ساعة تقريبا في مدرسة الجعوني التي تضم آلاف النازحين. قصفت القوات الإسرائيلية أو طائرة إسرائيلية براكسا تستخدمه الشرطة التابعة لحكومة حماس لتأمين إمدادات الغذاء والطعام للمواطنين لعدم سرقتها. تم قصف هذا البراكس، وتم كان هناك مجموعة من المواطنين يتسلمون بعض المواد الغذائية، وكان هناك عناصر من الشرطة وغيرهم استشهدوا وتحول بعضهم إلى أشلاء. وهذا هذه المدرسة أيضا تقع في قلب سوق قيم النصيرات، أي في المنطقة التي نفذت فيها القوات الإسرائيلية عملية استهدفت فيها 4 أسرى منذ نحو شهر تقريبا، أي في منطقة مكتظة بالسكان، في منطقة مليئة بالسكان. نتحدث عن عشرات الإصابات أيضا وصلوا من خارج المدرسة بفعل القصف الجوي. سبق ذلك أيضا غارة استشهاد 10 مواطنين من عائلة جحجوح، كانوا في منزل لعائلة أبو شكيان أقاربهم، واستشهدوا 10 منهم، من بينهم الصحفي أمجد جحجوح وأيضا رزق الصحفي رزق أبو شكيان. نتحدث أيضا عن استهداف مدير مركز شرطة حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعدد من عناصر الشرطة في مركبة كانوا يتجولون بها في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نتحدث أيضا عن غارة طالت منزلا في مخيم البريج ومنزلا لعائلة الخطيب أيضا. نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء في الساعات الأخيرة بفعل القصف والغارات الجوية منذ تقريبا الساعة الثانية من منتصف الليلة الماضية، وحتى الآن نتحدث عن أن المنطقة الوسطى الأكثر تركيزا. أيضا كان هناك غارتين في مدينة غزة، الأولى في حي الزيتون والثانية في حي الدرج، وكان أيضا هناك غارة حتى ثالثة في وصلت مخيم الفكرة أدت إلى استشهاد مواطن، ولكن في حي الزيتون كان هناك 4 شهداء. نعم، أشكرك ضياء حسن، الصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية من قطاع غزة، أشكرك جزيل الشكر. إلى الضفة الغربية، قتل فلسطيني وأصيب 2 برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت عور تحت قرب رام الله، وأصيب 7 فلسطينيين برصاص الجيش خلال مداهمته شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرقي نابلس. أتحول إلى مراسلنا فراس حسن من رام الله. فراس، لتطلعنا على صورة المشهد، وهناك أيضا أنباء عن حدث لربما في مدينة القدس، هل لديك تفاصيل في هذا السياق؟ صحيح أسيل، تحدثت الأنباء الأولية نقلا عن مصادر عبرية عن إصابة إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه
لعملية طعن، وحسب صحيفة يدعوت أحرنوت تم نقله إلى مستشفى شعارك سيدك في المدينة. حتى الساعة لم تتضح يعني تتضح خلفية هذا الهجوم إذا كان حادثا يعني قوميا أو جنائيا. فيما يخص الضفة الغربية ربما باتت كل الأيام أسير يعني متشابهة، اقتحامات واعتقالات وإصابات وأيضا جنازات، مشاهد شبه يومية من تفاصيل يعني الحياة في الضفة الغربية. اليوم كانت منطقة نابلس مسرحا لاشتباكات ومواجهات استمرت ساعات، أسفرت عن إصابة 7 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، على وقع أيضا اشتباكات مسلحة تبنتها من الجانب اللي يعني الفلسطيني كتيبة نابلس الموجودة في بلاطة التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. وفي قرية أيضا بيت عور تحت غرب مدينة رام الله شيع أيضا الفلسطينيون أحد سكان القرية الذي توفي متأثرا برصاص القوات الإسرائيلية الليلة الماضية. أيضا حسب رواية سكان القرية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عدد من الفلسطينيين في القرية، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة. فيما يخص مخيم نور شمس تحديدا شرق مدينة طول كرم، أيضا شيع الفلسطينيون جثمان فلسطيني أصيب في 30 شهر حزيران الماضي بجروح خطيرة إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمنزل والده في حارة المنشية. إذن أحداث متفاوتة ومتعددة يعني في متعددة مناطق في الضفة الغربية. فراس حسن مراسلنا من رام الله، أشكرك على كافة هذه المعلومات. مشاهدينا دقائق ونواصل وإياكم. الإصلاحي مسعود بسشكيان يفوز بالانتخابات الإيرانية. فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية. والقاهرة تفتتح مؤتمرا لبحث سبل حل الأزمة في السودان.